لم يكد يعلن قرار القاضي رياض أبو غيدة بتخلية سبيل المسرحي زياد عيتاني حتى توجهت شقيقته رنا وشقيقه رياض إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ومعهما بعض الحاجات الضرورية كالملابس تمهيدا لإطلاق سراح زياد. ساعات قليلة وكانت السيارة التي تقل عيتاني تخرج من المديرية، لكن إشارة النصر والفرح سرعان ما تحولت إلى حزن عندما بدأ زياد يسرد ما جرى له. ما في حدا انظلم بالبلد قدي، ما في حدا انظلم من بلد قدي. لو ما هول الشباب الابطال، الله يرحمك يا وسام الحسن، لو ما هول الشباب الابطال، لو ما هول الشباب، كانت فضيحه العصر، كانت فضيحه العصر. لا بيد هالقد وقت زياد. كانت تحقيقات كتير كتير كتير، يعني على كل كلمه، على كل فاصل، على كل حرف كانت. وانا بدي اقول هيدا الفرح انقذ هالعهد من فضيحه. انا بدي حي الرئيس سعد الحريري، وبدي حي فخامه الرئيس ميشيل عون، وبدي حي معالي الوزير نهاد المشنوق، لانهم كلهم عارفين كانوا واقفين على انه هاي القضيه ما بتمرق هيك. كيف في واحد ابن بيروت ابن بيت العتاني، انا عم بعمل مسرح يا ناس، عم بعمل مسرح للعالم، كنت اتهم بأبشع تهمة، ما بدنا نرجع للأنظمة اللي كانت من زمان. تعرضت للتعذيب زياد، تعرضت للتعذيب. كان من المرجح أن يتجه عيتاني إلى الطريق الجديدة حيث والدته والمحبون، إلا أن سيارة عيتاني انعطفت نحو بيت الوسط لشكر رئيس الحكومة سعد الحريري على دوره، وهناك كانت المفاجأة. ليس رئيس الحكومة وحده من كان في انتظار زياد. تلا اللقاء المؤثر جلسة جمعت عائلة عيتاني الصغيرة برئيس الحكومة. مثل ما والدك كرم شدة، انت مقصرت بقضيتك. ظلم في مكان ما صار، ولكن فرجت الدولة بأجهزتها، بالقضاء تبعها، بالطريقة اللي اشتغلت فيه، انه احقاق الحق معقول او بصير بهالبلد. يمكن في جهاز اجبته معلومات خاطئة، او كان في حدا عم يتلاعب بمعلومات ودس معلومات كلها خاطئة، ولكن مش حق الجهاز عم يعمل شغله، لانه اي جهاز ثاني يوصل لنفس المعلومات حيتصرف بنفس الطريقة. ولكن راح على يعني القضاء اشتغل اكثر وحقق اللي يعني المفروض يصير، والحمد لله وصلنا. هلا في بعض الاخطاء صارت، جل بلا يخطئ، اكيد انظرني وقعت عليك، وهذا الشيء يعني حقك انك انت تعرف شو صار. انفض لقاء بيت الوسط وتوجه زياد عيتاني الى الطريق الجديده التي غاب عنها 4 اشهر. حسان رفاعي، قناه الجديد.